مساء الخير، المفروض إن فترة الخطوبة بتبقى معمولة للتعارف بين المخطوبين، بروفا كده، كل واحد يحاول يشوف فيها شكل الحياة اللي جاية بعد الجواز، بس هل من حق الخطيب إن هو يفرض أوامره وشروطه على خطيبته كأنها بقت مراته؟ طب ينفع يقول لها مفيش نزول من البيت؟ إلا بإذني، ما تسلميش على ابن خالك أو جوز أختك بالإيد، ولو عمل كده المفروض خطيبته واهلها يتصرفوا معاه ازاي تعالوا نسمع قصه ايه ونشوف خطيبها عمل معاها ايه اسمي ايه بيقولوا اني اسم على مسمى في بدايه العشرينات من عمري حكايتي بدات لما حبيت واحد من جيراننا كان صاحب اخويا جدا وابتدى يلمح لي ان هو معجب بي وانه اختارني انا بالذات من وسط مليون بنت كان اسلوبه يجنن بيعرف يتكلم حلو قوي ولما جه كلمني لقيتني بقول له انا كمان معجبة بيك بس انا ماليش في الصحوبيه قال لي انا عايز اخطبك قلت له انا طول عمري بشوف اصحابي ازاي بيتعبوا لما بيفشلوا في اي قصه حب ولما اهلهم بيرفضوا الشخص اللي بيحبوه مش هقدر استحمل يتعمل فيا كده اوعدني ما تعلقنيش بيك وفي الاخر تسيبني لاي سبب قال لي لا طبعا انا عمري ما هسيبك ولا اقدر اعمل كده انت مش زي اي واحده انا كلمتها قبل كده عجبني فيه ان هو راجل وبيشتغل جنب دراسته عشان يتحمل مصاريفه وفعلا جيت قدم لي وهو لسه بيدرس عشان يثبت حسن نيته واهله اتفقوا على ان الخطوبه تقعد ثلاث سنين ولاننا عارفينه وعارفين اهله ما اختلفناش معاه في اي حاجه خالص كانت خطوبه بسيطه جدا خاتم دبله ومحبس وكنت راضيه وطايره من الفرحه وفضلنا كويسين جدا في الاول لحد ما ابتدى تحكمات غريبه في كل حاجه، لبسي، صحابي، اهلي، مين يدخل عندنا ومين ما يدخلش؟ ومره اختي كانت عامله عمليه، كان لازم اروح ابات عندها عشان اساعدها، لقيته بيقول لي ما ينفعش تباتي عند اختك، جوز اختك ده شخص غريب عنك، ممكن يبص لك بصه وحشه، بعدين هتقعدي ازاي؟ تاكلي معاه في نفس الطبق؟ قلت له ده في مقام اخويا الكبير هو شخص محترم ومن عيلة وعمره ما هيبص لي قال لي لا يا ماما جوز اختك يجوز لك لو اختك ماتت يعني مش اخوكي وبحكم ان هو جارنا وساكن جنب البيت كان مركز قوي مع كل حد بيجي لنا واول ما يجي ابن خالي او اي حد من قرايبنا يفضل يتصل ويقول لي انت قاعده ازاي؟ لابسه طرحه ولا لا؟ ما تسلميش بايدك ما تهزريش مع حد واحسن لك اقعدي في اوضتك ما تطلعيش لحد ولا تشوفي حد لحد ما يمشوا كان قطع عني يا سالي المايه والهوا لدرجه انه قال لي البلكونه بتاعت شقتنا اللي هنتجوز فيها هيقفلها بستار على الشارع عشان الناس ما تبصش عليا وانه هيجيب لي منشر في الشقه عشان انشر الغسيل جوه ولان شقته اللي بيشطبها كانت في نفس البيت اللي فيه اهله كان بيقول بعدين لما تيجي عندنا هبقى خليكي تنزلي تحت عند امي بالطرحه <applause> واخويا ما تسلميش عليه لو عوزتي حاجه وانا مش موجود ما تندهيش عليا يا تتصلي بيا عشان اجيبها لك يا اما تخلي اخواتك يبعتوا العيال يجيبوها وفي المقابل كنت بكتشف انه بيكلم عليا بنات لما واجهته كذا مره كان بيقول لي دول اصدقاء عادي من ايام الدراسه ده غير الهزار اللي كان زايد عن الحد مع بنات عماته ومنهم اللي كانت بتمد ايدها عليه قدامي بالهزار ولا كاني موجوده او عندي مشاعر كان لما يتخانق معايا يقلع الدبله من ايده ما يرضاش يلبسها كان بيشيلها في البيت وساعات كان يخاصمني بالعشر ايام ولا يسال حتى عامله ايه انا كنت بنهار بفضل اعيط بسال نفسي ازاي خطيبي ما يسالش علي كذا مره اتعب واروح المستشفى احط محاليل على محاليل كانش بيبقى عارف وكتير كنت بشوفه من البلكونه واقف بيهزر مع اصحابه بيخرج بيروح افراح ولا كاني في حياته لما كنت اكلم مامته واشتكي لها تقولي ده بيغير عليك يا ايه انت ما تعرفيش هو عمل ايه عشان ياخدك ده اتخانق مع ابوه عشانك ده بيحبك يا عبيطه وانتي مش كل حاجه تحكيها له ابقي عليه وساعات تانية لما يتخانق معايا كان بيهددني على طول بابوه ويقول لي انا هروح افشكلها روح اقول له فشكل الخطوبه كلها يا عم انا تعبت ومش هكمل تتفشكل الخطوبه بقى من دلوقتي احسن ما نتجوز وتتطلقي انا تعبت في الشقه والعفش مش عايز اخسر لما اختي تيجي تكلمه عشان تصالحنا كان يقول لها دي اخت صاحبي الخطوبه معموله للتعارف واحنا ما فهمناش بعض كان كلامه بيوجعني قوي دايما <applause> طلع بعيلته والسما كان ما فيش غيرهم في الارض وانا يقعد ينتقد فيا في كل حاجه كان بينتقد في اهلي واخواتي وجواز اخواتي كانش بيعجبه اي حد كان ما فيش غيره مرتين قال لي جمله عمري ما هقدر انساها لما اختلفنا مع بعض في النقاش مرة قال لي لا يا ماما أنا واخد كلية وعندي شقتي ملكي وبشتغل مفيش حاجة تعيبني وألف واحدة تتمناني فما تفكريش أنك هتأثري فيا مع أن كذا حد في شارعنا كان عايز يتقدم لي والكلام وصل له قبل كده يعني مش إنسانة قليلة ولا أنا ولا أهلي لكن مش عارفة ليه كان بيتكبر عليا بالشكل ده وأنا <applause> وانا من النوع اللي لا كنت بطلب منه حاجه ولا بحب اتقل عليه لما كان بيسالني لو عايزه حاجه كنت اقول له خلص شقتك الاول عشان ما تتاخرش لما وصلنا لثالث سنه خطوبه قعد يقول لي انا ما خلصتش حاجه والمفروض خلاص نقعد نحدد الفرح ونتفق طب اقول لابوكي ايه قلت له ربنا ييسر الامور والواحد لما بيبقى ناوي خير ربنا بيفرجها من عنده واللي مش عارف تعمله دلوقتي عادي نكمله مع بعض بعدين واحنا ممكن ناجر شقه ونقعد فيها لحد ما تكمل شقتك وننقل فيها قام اتخانق معايا وما جاليش في العيدين ولا سال عليا ولا حد من اهله افتكرني لقيت بابا جاي يطلب الذهب اللي كان دبله وخاتم ومحبس طالعين بيهم السما لما بابا اعترض وقال له يعني ابنك يفضل خاطب البنت تلات سنين جاي دلوقتي يطلب حاجته طب والناس اللي عارفه ان هو طالع وداخل وقف سمعه البنت نقول لهم ايه قالوا ده حقه مفيش نصيب وربنا يكرمه باللي احسن منها ويكرمها باللي احسن منه حسيت ساعتها ان الارض بتلف بيا هموت من كتر القهره وانا سامع الكلمتين دول وانا في اوضتي كنت بعيط <applause> وبضحك على كلامه يكرمه باللي احسن منها جاي يقولها في بيتنا بصراحه كنتش عارفه افكر ومخي وقف عند الجمله دي ولقيتني بقول لبابا انا مش عايزه اي حاجه من الناس دي ابعت لهم حاجتهم كلها طالما الشخص نفسه باع مش هتلزمني اي حاجه منه كانت اكبر صدمه في حياتي انا بعد ما صبرت وقفت جنبه ووقفت حياتي كنت اول حاجه بيضحي بيها بالسهوله دي كسر لي قلبي وخاطري مش كده وبس ده كمان بعد ما فسخنا خطوبتنا طلع عليا كلام محدش من اهله قلبه حن علي كلهم طوعوه مع اني والله كنت ببوس دماغ امه وابوه لما كانوا بيجوا عندي ما قصرتش في حقهم كنت بتقي ربنا فيهم وفيه يعني ايه الواحده تحب بجد تامن تحاوط وتسامح وتعدي تدي كل الحب والمشاعر ويكون ايه ده جزائها انا حاسه ان مشاعري ماتت من كتر اللي حصل لي ومع ذلك مش قادره انساه علاقتي بيه بقت عامله زي شبح ملازمني في حياتي مش بيفارقني ابدا في اي مكان بروحه ولا اي شارع بعدي منه اي شارع كنا بنمشي فيه سوا وافضل اعيط على كل اللي حصل لي لما اقعد افتكر وعوده ليا حلفانه كلامه ان عمره ما هيسيبني طب عمل فيا كده ليه انا اذيته في ايه عشان ياذيني ينتقم مني كده يكسر قلبي كرهت كل صنف الرجاله بسببه ومن وقتها مش قادرة أدخل حد جديد في حياتي فرص كتير جدا جاتلي وأهلي تعبوا معايا جدا بس مش قادرة بقيت خايفة خايفة أأمن لحد تاني وأبقى أنا الخسرانة في الآخر بقيت بخاف أصدق حد أتخدع تاني لما جاري وصاحب أخوي عمل فيا كده أمال الغريب هيعمل إيه؟ دلوقتي أنا بشتغل متفوقة في حياتي وفي شغلي بس عايشة بقلب ميت حاسة إن فرحتي مكسورة لدرجة إني لما بشوف جهازي بفضل أعيط واقول لامي انا مش هتجوز مش عايزه اتجوز ولا عايزه ادخل في حياه حد تاني فتفضل تعيط عليا بدعي ربنا دايما يخرجني من اللي انا فيه بس مش قادره لانهم في نفس الشارع بشوفهم قدامي طول الوقت وكتير كنت بلمحه وانا راجعه من شغلي ودلوقتي هو توفق في حياته خلص شقته بعد ما ابوه كمل له كل حاجه كان عايز يجوزه في شهر بعدها عشان يحرق دمي طب فين العدل في الناس اللي بتكسر قلوب البنات. فين العدل؟ إن حد يعيش حياته مبسوط، مستمتع، بيسافر، فتح محل بتاعه. أنا اللي اتوجعت، تعبت، مظلومة، مش عارفة حتى أفرح. قولوا لي أعمل إيه؟ حاسة بيكي جدا يا آية والله. عايز أقولك لك إنه في أشباه الرجال النهاردة مش فالحين غير في إن يتحكموا في البنت خلاص نعمل بقى قايمة كده الاوامر لسته اوامر تلبسيش تخرجيش ما تسلميش ما تتكلميش ما تحطيش ميك ما تتصوريش بعد كل ده يجي يقول لها انت ما تنفعيش تخيلوا عايزه اقول لكم على حاجه انه دايما بيبقى معجب بيكي وبشخصيتك القويه معجب بلبسك معجب بستايلك عارفه ايه اول حاجه بيجي يغيرها لبسك اللي كان عاجبه ستايلك اللي كان يجنن وشخصيتك تقوليش رايك تاني في كلام كتير قوي محتاجين نقوله لانه في بنات لسه لحد النهارده بيتضحك عليها استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن آية وجارها وصاحب أخوها اللي قال لها أنا حبيتك واخترتك من وسط مليون بنت اتقدم لها وهو بيدرس ولأن أهلها عارفين أهله الخطوبه تمت بدبله وخاتم ومحبس وقالوا الجواز كمان ثلاث سنين لكن في الثلاث سنين دول حاجات كتير اتغيرت ايه اكتشفت بعد الخطوبه ان خطيبها بيتحكم فيها بشكل غريب مبالغ فيه طبعا هو جارها فأول ما يجي حد من قرايبها بيتصل يقول لها بقى انت قاعده ازاي؟ انت لابسه طرحه ولا لا؟ تسلميش بإيدك ما مع حد اقعدي في اوضتك وما تطلعيش لحد ما يمشوا مره اختها كانت عامله عمليه لما ايه بقى طلبت تروح تبات معاها قال لها ما ينفعش تباتي عند اختك جوز اختك ده شخص غريب عنك ممكن يبص لك بصه وحشه حتى اخوه قال لها برضه ما تسلميش عليه لما نتجوز نيجي ننزل عند اني ما تسلميش عليه مع ان خطيبها ده كان بيكلم بنات عادي جدا قريب وبنات بيهزروا معاه وبيمدوا ايديهم وعادي ايه استحملت الثلاث سنين خطوبه في الاخر في اخر سنه قال لها ما فيش نصيب سابها كرهت صنف الرجاله كله وقالت مش عايزه اتجوز بقت مامتها عماله بتعيط عليها واكيد في كتير ايه وسطينا وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور احمد علام شريك الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه ازيك يا دكتور الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله كله ايه رايك محمد. في البنات اللي قلبها موجوع دي لا اكيد طبعا حاجه مؤثره ان هم قلبهم موجوع لان هي بي لانها مثلا عندنا ايه اتجرحت وقالت انا مش عايزه الرجال ما بتعاتش زينا ليه الرجاله بيبقى عندهم تاثر بس من نوع اخر لو هم مش هم سبب المشكله بس ساعات برضو برده إيه؟ ساعات بيتاثر لو مش هم سبب المشكله هو هنا عندنا البطل القصه اللي احنا بنتكلم عليه يعني البطل المزيف ده مم. هو اصلا هو سبب المشكله فبالتالي ما بيعيطش انما في ابطال تانيين بيعيطوا يعني جاين. لو الراجل كان سبب مش هو سبب المشكله ما بيبقاش متاثر قوي لانه هو, هو اللي عامل المشكله هو اللي المشكله وهو آه. اللي عايز يسيبها طب اللي بيعمل مشكله بقى هل من حق الخطيب ان هو يتحكم فيا طول ما انا في بيت ابويا شوفي حضرتك دي بتبقى قواعد بيحطوها هما الاثنين مع بعض كونها ان هي ايه قبلت الموضوع من الاول وهي عماله زي ما حضرتك قلتي بتشوف الكلام اللي بيحصل ده كله وبتشوف اصلا ان هو بيقول لها ما تسلميش على حد وما تعمليش وهو بيعمل اللي هو عايزه كونها ان هي قبلت هذا الامر فهي اصلا الغلطانه انها كملت معاه عده سنوات ثلاث يعني سنين يعني هو انا من حقي اقبل او ارفض انا بتكلم ب... على الثوابت يعني من حقي اقبل او ارفض بس ده هل ده طبيعي لا مش طبيعي ان هو يعمل كده معاه في فتره الخطوبه بس هو برده بيحاول يشوف يعني عشان برده ناخد الجانب بتاعه هو ليه بيعمل كده بيحاول يقول لها ان انا مش هقبل الكلام ده بعد الجواز قناعاته الشخصية قد تكون خطأ قد تكون صح المفترض الطرف الآخر طب ما ممكن تيجي واحدة تقول لخطيبها أنا عايزة الباسورد بتاع موبايلك مثلا ولازم يبقى معاك خطيبها وجوزها وجوزها وتاخدها آه. الباسورد إيه. آه طبعا عايز إيه؟ <applause> لا أنا بتكلم انه هو قابل إيه وهو خطيبها آه. تمام قبل قبل هذا ما ينفعش بقى يجي هو متجوز يقول لا انا بيقع... ليا خصوصيتي ما يقول دي لا احنا بنطمعوا وافقت من الاول آه. كملت معاها 3 أربع سنين تيجي تقول اصل هي كانت بتطلب مني البطة. طب من يعني انا مثلا دلوقتي انا مخطوبه لازم اكلمه وأقوله له إن انا نازله قبل ما انزل انا عايز اعرف الثوابت كانت آه كان إيه؟ ده لازم لا يعني لأنه يعني هو برضو خطيبها ما ينفعش ان هو لو اخد الاذن ولا ادي المعلومه لا ادي المعلومه شكرا. الحاجه اللي هي مش مش متواصله يعني فلنفرض أيوة. هي بتروح شغل كل يوم مش آه. كل يوم هتكلمه تقول انا رايحه الشغل ولكن لما تكون حاجه برضو غريبه ما ينفعش برضو تبقى خطيبته في مكان هو مش دريان عنها حاجه ولا هي عارفه حتى بيدي صوره سيئه وحد يجي يقول له تعرف خطيبتك في المكان الفلاني هو يبقى عارف المدام يا كان. سيدي كانت في السوبر ماركت هي نزلت انا مش دريان فلازم يبقى عنده هذه الامور ولكن مش مم. الثوابت مش مثلا بتروح الجامعة كل يوم فلازم كل يوم تقولوا واحنا هنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي هي مش من باب ان انا أمر او ان انا ارفض او أقل. يعني ساعات بتبقى تحكمات انا قصدي ان هو من حقه يقولها ما تلبسيش والبسي اه من حقه وهي ترفض اه ايه من حقه اهو هيرفض يعني, يعني ايه من, حق من حقه ترفض يعني ايه من حقك تعبر ولا من حق ارفض طب ما نقطعها أيوة من الاول طالما انا ماليا أيوة ليا حق الرفض يا اخي ما هو شوف يا استاذ سيد انت قصدك كل واحد يجرب ويا نفعت يا ما طبعا الخطوبه دي لو انا ما اظهرتش فيها الجوانب بتاعتي كلها يبقى انا كده بخلي ان الجواز اصبح فاشل بالعكس ده انا بطلب من المخطوبين يبينوا حتى مساوئهم يبينوا الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيكرهوها في الاول الخطوبه علشان الطرف الاخر يبقى على نور انا دلوقتي قدامي واحد مش هيقبل مني بعد الجواز ان انا اسلم على حد ولا ان انا على حد وان, نخرج وإن انا اخرج وان يقول لي الكلام ده من قبل الجواز ده ده انسان صريح جدا وانا ليه ان انا ارفض او 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 ما فبالتالي هو قال لها ما تعمليش كذا هي وافقت سنه واثنين وثلاثه وخلي بال حضرتك هي اللي خلاها ان هي اصلا تقول لنا القصه دي برضو انا بعتب عليك يا ايه م. اللي خلاها ان هي تقول لنا القصه دي ان هو فسخ الخطوبه يعني على فكره كانت مكمله عادي وكان ممكن تتجوز بهذا الوضع وبعد كده هو بين لها كل حاجه في فتره الخطوبه ما ما ولا يعني قال هو يعني أكد. عشان كلم بنات هي تفسخ الخطوبه فين؟ هي هي فسخت الخطوبه لما هو يعني ما هو انت بتقول هي موافقه يا دكتور هي أيوة. لو هو كلم بناتي من حقها تفسخ خطوبه؟ من حقها آه لو هي مش عايزه تكمل على هذا الوضع مش عايزه تكمل ده. ايه؟ وده طبيعي؟ لا انا بقول لا ما انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه لا انا ما <applause> اضربش <بسوابي. تصفيق> انا بقول سماتك الشخصيه الطبيعية الطبيعي ان هو يكلم بنات يعني اكيد هي هي يعني ممكن يبقى ليه في ناس بتوافق أيوة. انا ماليش فيه ده <applause> او ممكن يكون شغال مع تاري وباري وماري فبيكلموه او بينزلوا ياخدوا القهوه أيوة. بتاعتهم دي حاجه تخصهم الحمد تمام. لله يا رب احنا بعدنا الكلام ده <تصفيق> <تصفيق> بس في العادي انه آه. انه مش طبيعي ان هو يكلم بنات ان هو معجب بواحده تانية او منهم أنا, انا ما بتكلمش ان هو طبيعي ان هو يعمل كده انما هو اظهر لها هذا الامر وهي تكمل او ما تكملش لا انا ما بقولش ان ده الطبيعي انا بعمل حاجه سيئه جدا دي مش طبيعيه بس انا وريت لك ان انا بعمل الحاجه السيئه دي بعمل أسوأ حاجه في الدنيا وانت شفت الكلام ده وريته فانت ما تكمليش معايا لو انت شايفه انما افضل مكمله ما هو ده اللي بيحصل يا استاذه سالي ما هو بعد كده بييجوا يتجوزوا على هذا الوضع وبعد كده يقول لك احنا ما كناش نعرف وما كناش ايوه انت ما شفتش الرجاله الناصحه اللي تسيبك خالص والبسي اللي انت عايزاه وستايلك أيوة. يجنن شكلك فظيع شخصيتك تحفه ما نيجي اول حاجه شخصيتك المريضه دي احنا لازم نغيرها ولبسك المفتح ده كله هيترمى ده ده بيقولوا بعد الجواز صح احنا أه مسمينه النصاب العاطفي لان آه. هو ضحك عليها باسم العاطفي طب هو انا قلت له بقى لما <applause> تيجي تقول له تقول له طب ليه كده مثلا أيوه؟ ليه تقول كده قالك ما انت ما هتتجوزيني اه طيب عشان كده قلت واحد صفر قنط ويلعب من الاول لا ده مش نصح ده نصاب نصاب ضحك عليها النصاب العاطفي النصاب ضحك عليها وخلاها ان هي ترتبط بيه وبعد كده اكتشف ان هي مرتبطه بواحد مش هو اللي عرفته في الاول م. فعشان كده انا بقول اظهروا مساوئكم يا جماعه اظهروا عيوبكم اظهروا كل حاجه خلينا على نور طب الأول. ماشي ما احنا اظهرناها أيوة. والطرف الثاني قبل بيها بعد كده قال لك لا ما هو احنا برضو كبرنا وعقلنا وفي حاجات لازم تتغير قبل إيه بيها ده الكلام ده بعد الجواز ولا احنا لا بعد جواز بقى؟ الجواز بقى هو آه في حد بيظهر قبل الجواز ايوه احنا مش بيظهر قبل الجواز احنا بنقول من, من ضمن السماء الحاجات الثوابت آه اللي انا عاملها قبل الجواز ما تتجملش للطرف الاخر ما تبينلوش احسن هو مش متجمل أو آه هو مرقد هو مرقد طيب اه هو آه عايز مستنيه كملي حلو, آه جداً. حلو جدا حلو جدا, وبعد وبعد جدا اول حاجه هقول لك انا واحد تاني آه آه بعد كده هفاجئك بشخصيه جديده هقلع الوش والبس قناع جديد انت ما كنتيش شايفاه قبل كده ده من اول يوم بتبقى مفاجات ايوه تعالى اما نشوف راي الشارع طيب تمام يلا بينا انا بقول لها الخساره القريبه ولا المكسب البعيد الواد ده ما ينفعش وكويس انها لسه على البر كويس انها لسه على البر وربنا يعود عليها ترجع لي الشركه بتاعته بنقصها تحكماته كتير جدا جدا ملهاش اي معنى ماشي الغيره برضو لها لها حد يعني تبقى معقوله ومنطقيه مش على كل حاجه كده انا شايف العاده مش كده ابدا اقصاها سنه اقصاها سنه انا مجوز بنات وعندي قرايب كتير واد اخواتي كلهم يعني خلال سنه يكون كل حاجه انتهت تعيش زي ما الناس كلها عايشه ما في ناس بتتطلق بعد ما تخلف وفي ناس جوزها بيموت بيعيشوا ازاي عادي تعيش ده كان اكبر غلط ان هي اتنزلت وان هي قعدت فتره خطوبه طويله قوي آه ممكن برضو هي برضو تكون حاجه كويسه ان هي عشان اكتشفت آه شخصيته وكده ممكن لو كانت مثلا قعدت فتره قصيره كانت اكتشفت حاجة دي بعد الجواز مش اخر واحد في الدنيا يعني اكيد هيجي لها فرص كتير ان هم يتمسكوا بواحد بكل العيوب ديت لا يعني انا مش شايفه ان دول يعني هم اه مثلا فكرتهم ان هم عايزين بقى يتجوزوها وخلاص وحد احنا عارفينه وتربي معانا وكده بس برضو ان انا مش هرمي بنتي في اي حته وخلاص يعني هي الشبكه حقه بصراحه يعني ان انا مثلا دفع مبلغ والحاجات طبعا كل الحاجات دلوقتي غاليه فانا بصراحه ان انا اخدها وذوقية من اهل ايه المفروض يعني الحاجه دي اصلا المفروض يعني تبقى ذوقيه ما بين الاهل الاهل وكده ان هو هو اللي بيودي الحاجه يعني انصح ايا ان هي ديت مش اخر الدنيا وان هي تحاول تبص لحياتها لسه الدنيا واسعه قوي قدامها وتاخد الحاجه ديت تختبر يعني آه زي نظام تجربه تجربه عشان تغير نظرتها للحياه بعد كده وتفكر بطريقه احسن والله قصه صعبه جدا والواحد صعبان عليه البنايه نفسها صبرت السنين دي كلها وفي الاخر راحت على فشوش والله ما تعرفش ممكن يكون عينه زايغه زاغت على حد تاني الله اعلم ممكن في في احتمالات كتير بس الانسان اللي زي كده نخلص منه ما ما على وراء اي حاجه اهلها غلطانين انهم صبروا عليه الفتره دي كلها صبروا عليه الفتره دي كلها ان هي لسه تحت طوع اهلها فتره الخطوبه دي تحت طوع اهلها رايها ما يبقاش من دماغها اقول لها لا لما تختاروا حد احسنوا الاختيار قبل ما تبداوا تتكلموا في اي حاجه مش من حقه يتحكم فيها لان الست طول ما هي موجوده في بيت اهلها ما حدش ليه كلام عليها غير والدها او اخوها الكبير وده السيت في العرف طبعا في كل مكان لا والله انا ما برشحش مده ثلاث سنين هي الخطوبه معناها تعارف زي الجواز كده معناه الاشهار والاعلام بس حضرتك والله من وجهه نظر الشخصيه انا شايف اللي هي سنه كويسه سنه تعرف كويسه طول ما الفتره بتاعت الخطوبه طويله طول ما, ما بت ما بتكون اكتر في ناس مثلا بتقول لك لا لو هي اللي مفشكله لا من حقه ياخد حاجته ولو هو اللي مفشكل مش من حقه ياخد حاجه وبعدين دي بتبقى في البدايه وفي النهايه هدايا يعني انا اكتر حاجه بحبها في راي الشارع ان احنا بنسمع راي بعض بنسمع راي الناس بنشوف المجتمع رايح على فين الاغلبيه بتقول ايه حتى لو في اختلاف طبقات في اختلاف ثقافات بتسمع الناس بقى في ستات جدعة في ناس تقول لك فتره الخطوبه ودي اكتر حاجه عايزه اتكلم عليها بعد طبعا ما هنحلل الشخصيات بس انا عايزه اتكلم يا دكتور على فتره الخطوبه لانه ثلاث سنين ده كتير طبعا على فتره طويله احنا بنقول فتره الخطوبه سنه يعني تقل حاجه بسيطه تزيد حاجه بسيطه ما تبقاش اقل من كده بكتير ما تبقاش ازيد من كده بكتير بيحصل مشكلات من كتر التطويل والدخول والخروج وج وما جاش وما عمل وعمل وكان المفروض يعمل كذا. فخلينا نتجوز ونخلص في خلال السنه طب اقل من سنه بيحصل ايه اقل من سنه ما لسه عرفوا بعض كويس ودايما بنقول حاجات الاربع فصول دي خلينا اشوفه في كل ال... في كل اشوفه في كل الفصول اه فانا شوف خلي بال حضرتك ان احنا مم. عندنا فتره في حاجات جوانب مخفيه كده كده مش هشوفها غير بعد الجواز يعني أوه. مش هشوف جوزي بينام ازاي بيشخر بيعمل لا ب... في حاجات معينه مش, هشوف. مش هشوفه بالبيجامه مش هشوفها هشوفه بلبس النوم حاجات كتيره مش هشوفها قبل الجواز فبالتالي مش عايزين نزود الجوانب المخفيه اكتر بان مم. احنا نكون معرفناش بعض كويس عشان كده نخليها سنة فيها تواصل مستمر مش سنه هو قاعد في دوله وهي قاعده في دوله يكلموا بعض على الواتساب طب ولو قاعدين في دول او بيتكلموا حتى فيديو كول بيبقى قد ايه لا فيديو كول والدول لازم لازم يحاول ينزل شويه لازم تحاول تشوفه ما ينفعش حته ان انا قاعد من بعيد من بعيد دي كل حاجه مخفيه بالنسبه لي حتى الكلام اللي هو بيكتبه طب حضرتك الكلام الفيديو كول الفيديو كول في الاخر برده ما بيبينش المشاعر العلاقات أه بيبين حتى الفيديو مش بيتاثر هيبينها بجزء ولكن مش بالجزء الكامل انما الانسان الوجه لوجه ده هو ده اللي بيبين هذا الموضوع نسبه الانفصال في الزواج اللي هو عن بعد دي نسبتها من حوالي من 38 ل 40% قالوا ليه؟ قالوا افتقاد بنتكلم على الأزواج طبعا افتقاد الحميميه افتقاد ان انا اشوف التواصل اللي بيننا بين بعض ده بيقول لك احسن مستميل. الجواز اللي من عن بعد ده جميل جدا احسن تشوف ما ما بعض كل يوم طول الوقت 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 الوقت. الوقت. لا ما يبقاش عن بعد طول الوقت يعني ما يبقى يبقى في دايما ده فاهم ما دخل. بينزل اجازات الاجازات اللي هي بتبقى مره في السنه دي ما تنفعش لازم يبقى فيه عدد مرات ما يبقاش مره واحده في السنه يا هي يعني ده بيعمل نسبه طلاق عشان الناس دي من 38 ل 40% يعني 40% بيعمل لان زي ما بقول لحضرتك افتقاد العلاقه ان هم موجودين مع بعض بياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض لازم يبقى فيه نزول وطلوع يعني يقابلوا بعض ما يبقاش حته ان يعني طول الوقت عن بعد وبنتكلم بقى ايه في انا عملت كذا وانا ما عملتش كذا وكل ده هي مش شايفاه ولا هو شايفه طب هو فبت... بقى هنا لو احنا هنحلل شخصيه الخطيب ده شخصيته عامله ازاي ده بيسمى ايه ده لا هو عنده الايجو عالية او عنده الانا عاليه بيحل لنفسه اشياء مو شخصيه ممكن تكون نرجسيه محلل لنفسه امور محرمها على الطرف الاخر عايز ممكن يكون انا مش عارف برضه ما قالتش في السوق الكلام هل هو من الشخصيات اللي بتحب المدح باستمرار ولا مجرد هي اوامر لو بيحب برده المدح باستمرار ويحب الكلمات الكويسه لان هو بيقول لها كلمات سيئه كتير جدا هي قالت الكلمات كانت بتوجعني وتجرحني فهو بيقول لها وكل شويه يقولها لها انا ممكن اسيبك عادي انا كل خناقه يقلع الدبله فانا عشان كده يعني حطه في اطار الشخصيه النرجسيه بس عايز اعرف حكايه ال يعني الكلام اللي هو بيقوله لو هو بيحب دايما المدح وبيحب دايما الاطراء هيبقى شخصيه نرجسيه صرف. انا عاجبني قوي موضوع قلع الدبله ده لان احنا ساعات بنعملها عند بنعملها ان احنا نغيظ بعض وبقى طبعا دلوقتي في جو السوشيال ميديا الستوريز فانت تخش تشوفه ولا لابسها ولا هي قلعاها هنتكلم اكتر بس ناخد فاصل سريع ونرجع أوه. جدا وهستناكم بعد الفاصل وهنجاوب على حاجات كتيره جدا واستنونا في قصه حقيقيه. ورجعنا لكم تاني في قصه حقيقيه وكنا عمالين نتكلم على موضوع الدبله اللي دايما بنقلعها ونلبسها واحنا متخانقين وكمان عايزين نسال تعمل ايه البنت اللي مرت بتجربه ارتباط صعبه حاسه انه ما فيش عدل إنه عايش حياته ومبسوط ومتهني وهي يا حرام اللي اتكسر قلبها ما وصلتش لحاجه مش عارفه تتبسط خلاص ونورنا ومشرفنا لسه معايا دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسريه في قصه حقيقيه عشان نشوف هنعمل ايه زي يا دكتوره الحمد لله عايزين بقى نعرف بقى هنعمل ايه بقى مننا بقى صحه نفسيه وعلاقات آه. اسريه وبنحاول نشوف على قد ما نقدر انه هو موضوع الدبله ده في مشكله لو حد قلعها اه لما كتر ما انا بقلع الدبله وبعملها يعني تتعمل لو مره وخلاص كنا هننفصل فعلا انما قصه ان انا كل شويه بقلع الدبله إذا احنا وبعملها. في الخناقه ما بنقلعهاش بتعمل يعني انا بتكلم على الستات بالذات عشان يعني الستات يسمعوا الكلام ده كله بتعمل لهم حاجه اسمها تذبذب عاطفي يعني هي بتبقى مش عارفه هو انا مكمله ولا الحاجه دي بتلخبط يعني نقول لو هو كمبيوتر داخل المراه بتلخبطه لها بتخليها مش عارفه تدي مشاعر ولا تعمل ايه تقف الراجل بيرجع بسرعه المرأة بتاخد وقت عشان ترجع في الحته دي وعشان ترجع تاني تحب بنفس الطريقه فنت... فبتاخد بتاخد تمن اضعاف فتره الرجل بجد يعني الست آه. لو قل حبها ما بيرجعش زي الاول؟ الراجل بيرجع على طول اول ممكن بيرجع يقدر يروح ويرجع بسرعه عنده الاوبشن ده ممكن يكون موجود جواه جوه سيكولوجيته هو. آه. انما المرأه تمن اضعاف الرجل في كل حاجه لو قفلت قفلت اه تقعد لها فتره طويله بقى هو يقول لها ايه؟ هو انت متغاوي انا هكد وانتي ما بت... اسبوع وجاي عايزني اصالحك دلوقتي أيوة. خد على الاسبوع شهر مني لا ايوه عشان هي حقيقة. طيب هي بتعمل كده من كده لا هي بتعمل كده ربنا حاطط فيها العاطفه اكتر من رجل عشان كده برضو حبها اكتر من رجل ان هي تسعده بتبقى اكتر من رجل ان هي تدي له مشاعر فياضه بيبقى اكتر من رجل يعني هي برضو بتديك كل حاجه كويسه كتير الغيره بتاعتها ممكن تبقى اكتر من رجل يعني م. احيانا فبالتالي عايزين نقول ان هي بتاخد وقت عشان ترجع فكوني بقى ان انا ايه طب انا خلاص ده هيسيبني لا خلاص هنرجع، لا خلاص هيسيبني، أو في الجواز أنا هطلقك، لا هنفضل مع بعض، طب مش عارف إيه روحي وانتي مش عارف، لا أنا احنا رجعنا، الكلام ده كله بيخليها ما تقدرش تشتغل بالطريقة. ترجع تاني كارك. زي الأول، بس أي. في حاجة أنا شفتها هو دايماً بيقول لك إن احنا بنبقى شبه أهلنا، يعني لساني بيبقى شبههم، طريقتي بتبقى شبههم، لو سمعت مني كلمة تعرف إن الأب هيقول كده، يعني إيه في الأول أصلاً يعني أنا أنا ما علقتش على حاجة في القصة إن هي بتقول بابا مش موافق. يعني ايه يبقى اصلا بابا مش موافق يعني انا بكلم حماتي مثلا واحنا مخطوبين فتقولي ده كفايه بقى ان الراجل عشان ده بابا ده ما تعرفيش هو عمل ايه وعمل ايه عشان خاطرك يعني ايه ان هو عادي ان يتقال قدامنا ان حد من اهله مش موافق لا طبعا انت كده بتعملي حاجز كبير بينك وبين هذا الشخص يعني ما هي ما عملتش اي حاجه ما هي ما هي ما هيبقى جواها مشاعر سيئه تجاه الرجل ده اللي هو مش موافق وبعدين هو انا بحملها جميله ليه هو انت محملها جميله من الاول ان بابا كان رافض فوافق وهي مالها هي ليها ان انت اللي طلبت ايدها وانت اللي جيت تخطبها والمفروض ان انت خدت موافقه اهلك، كونك ان انت ما خدتش بقى موافقه اهلك وجاي غصب عنهم او اقنعتهم بالعافيه اقنعتهم ليه؟ ولا قصه معموله يعني انا شايفاها اتنزلت قوي، نزلت قوي يا دكتورة؟ جدا اتنزلت جدا خاصة انها قالت كل شوية إن انا عيلتي انا مش عارف مين أنا ليه؟ انا هاخد حاجتين من اللي هي قالتهم في القصة، قالت انا اسمي ايه وانا اسمي على مسمى، يعني هي شايفة نفسها هي برده تقديرها نفسها ان هي جميلة، وقالت ان هي كان بيتقدم لها عرسان كتير مش هو ده الوحيد بالتالي ليه التنازل الفظيع اللي انت عملتيه ده ان هو يقول لك بابا مش موافق لا اعملي كذا لا ما تعمليش كذا لا انا على الدبل انا اصلا مخليكي ليه قبل التنازل كتير ثلاث سنين بتقبل تنازل انا بقول لها الحمد لله ربنا رحمك انت يعني ايه بت... هيجوزه في شهر يعني هو كان معاه ان هو يكمل له وما كانش عايز يكمل آه لا حته عنده وحته ان الاب مش موافق يمكن كان بقى منمر على حد تاني او بنت عمه بنت خاله ما عرفش هو يعني كان في قصه وهي ما حاول يعني انا لما اسمع كلمتين من دول مش لازم ادور وراهم هي يعني ما أفهم. قالت هي ما قالت ليناش هو هو ليه هيتجوزه في خلال شهر كده بصراحه انا اللي غايزني كمان اخوها فين طيب انت ما خدش بالك ان اخوها مش موجود اه اخوها سنة. مش موجود غير اللي هو اسم هو المفروض آه يجي هو يقول له بنات الناس مش لعبه انت تيجي تخطب اختي ولا بتتكلم على اختي وتعمل كده في بنات بيتنا آه دي مش حاجه مقبوله يعني عايز اقول ان انا من اللي انا شفته في القصه واضح ان هم يعني عيله طيبه م. نوعا ما الاخ يمكن طيب ومتساهل واخته باين عليها طيبه ومتساهله ست البنت حبت من قلبها قوي العيله كلها طيبين وامها برضه اه يعني انا لو رحت قلت لمامي انا مش عايزه اتجوز تاني ولا ولا لو انا في نفس الموقف بتاع اي حبيبتي عشان دايما احط نفسي ما بين يعني اللي هو نفسي ان انا فعلا مكانكم أيوه. عشان عشان اعرف اسال الاسئله الصح فلو انا بكلم امي ولا انا كرهت صنف مش هتجوز تاني يا مامي مش عارف ايه هل ده فعلا يخليها تعيط يعني دي عيله طيبه قوي اه ما انا عشان كده قلت لحضرتك هو ممكن <applause> ليه يا <يتبنى تصفيق> ما ايه وبتاع آه مش عايز اظلم كل واحد عنده اخلاق <applause> كويسه وعنده ادب وعنده احترام ان هو ممكن يتحط قصاد حد مش مؤدب او مش محترم او تصرفاته كده فاقول هو انت فين انت ما عملتش حاجه يعني هو برده يمكن هو واخدها من ناحيه ان هو مؤدب شويه وازاي عيله زي دي تناسب عيله حد جاي فشك الخطوبه يقول لك ربنا يديه اللي احسن منها يعني وحتى الجمله ما اتقالتش العكس يعني انت ممكن تيجي تقول ربنا يدي, يدي يدي بنتك آه. منه آه كان ويدينا احنا اللي احسن من... بس هي اصلا ما تتقالش صح يا صاحب. دكتور علشان علشان كده هم مستقويين زي ما بتقولي في كلمه كده بتقول يقولك مستوطي حيطتهم مستوطي حيطه ايه يعني ايه يعني الح... يعني كان حيطه ضعيفه يعني ما واضح وط... يعني ده آه مثلا هو حيطتنا احنا قليله آه قوي احنا وتحت خالص الحيطه بتاعتنا قليله واحنا الحيطه بتاعتكم عاليه فانا شايف اه فهو الحيطه بتاعتهم هو بالنسبه لهم يعني معناها ان هو مستقلين بيهم حاسس ان هم مش هياخدوا رد فعل لو كان جايب شبكه شبكه يعني هو جايب دبله ومحبس يعني ما جابش مثلا انه الماس خاتم الماس زي المتعارف عليه في, في عليه في, طبقات او جاب دهب زي ما متعارف عليه في طبقات بيعملوا بنسبه معينه دهب انه هي تلبس لو غوايش لو سلاسل او كده ما جابش حاجة ما جابش الدايموند رينج يعني البنت بتحلم بيه او اللي خاتم للموز والله هو واضح شكله هو حاسس نفسه ان هو كبير عليها او هو يعني حاجة مم. كويس او ان هي ارتبطت بيه واضح ان هو الايجو بتاعه عالي من, من الكلام اللي هي بتقوله زي ما بقول لحضرتك انا شايف وهو راح في ناحية الشخصية النرجسيه يعني هي. انا شايف ان هو من مستوى مش المستوى العالي الرهيب ان هو يجي يتكلم مع بنت غلبانة يا حرام انه لك كلمتين دول عشان يعني عشان البنت مش شايفه نفسها عليه وعشان هي هاديه وعشان مش احنا لهاش تكبري شوفي نفسك بس كان لازم اعمل لنفسي كرامه شويه اعلم معلش انا اسف في الكلمه ايه لا تبقى عارفه قيمتها وعارفه عندها ثقه آه. بنفسها انا عارفه انا مين وانت بتتكلم معايا انت باباك مش موافق عنه موافق خلاص ما تجيش ترتبط بيه انما انا ميته عليك ليه ليه بتبين له ما لما ببين كده النفس غير السويه بيزودها بقى المفروض الطبيعي ان انا اقدر كده وشوف ان هي غلبانه وطيبه احبها اكتر اطبطب عليها اكون انا سند ليها لا اللي احنا بنشوفه في القصص دايما مع حضرتك وفي قصص الموجودة طيب. في الواقع ان دايما في اشخاص غير اسوياء بيشوفوا ان ده بقى ايه قله حيله وان هي ضعيفه طب انا بقى بدل ما الضعيفه دي اقف جنبها لا ده انا عليها اكتر اسالك سؤال خبيث شويه اتفضلي اني الاحسن ان انا اخد حقي واشوفهم بيتبهدلوا زي ما بهدلوني ولا ان ربنا يكرمني وماشوفهمش خالص وأفضل أنجح؟ آه هقول لحضرتك على حاجة لا هو أه مش سؤال خبيث ولا حاجة أه <تصفيق> آه <تصفيق> يعني ايه يعني السوي؟ الساوي فكره آه. ان انا اللي انا ابقى حاطط في دماغي ان انا لازم انتقم واشوفهم بيعملوا الفكره مش عايز أنتقم من عايز اشوف ربنا وبينتقم إن شاء ده حقي طب ما هو ربنا اه حق وربنا هينتقم ولا سؤال. ربنا يقول لي انا هكبرك وهكرمك وملكيش دعوه باذيتهم هيديك الاثنين تاكدي ان ده هياخد الاثنين اقول لي اقول لحضرتك ليه لان ربنا زي ما هي قالت هي قالت فين عدل فين العدل انا مش عايز اتكلم قالت فين العدل م. بس احنا عايزين نقولها حاجه يا ايه لو كل واحد فينا حط نقطه عند مرحله معينه في قصه حياته وما شافش اللي بعدها كنا كلنا هنقول زيك انما لو كملي وشوفي من الغيب ايوه كملي وشوفي في المية. ربنا هيرضيك ربنا رحمك من واحد سيء زي ده افتحي قلبك للحياه وافتحي قلبك للناس وقابلي حد يمكن يكون يعني يستهلك بجد يمكن يقدرك دي يأرضرك. حاجة سهله يعني البنات اللي قلبها بيتكسر كده في بنات بتبقى فراجايل قابله للكسر دول بنعمل معاهم ايه؟ يعني في ستات لا. قويه فعلا وانتوا أيوة. على فكره انتوا اللي خليتوهم بقوا كده او انتوا اللي خليتوا شخصيتها بقت قويه غصب عنها من كتر ما, انا بامن لك يعني ايه دي في يوم من الايام تبقى قويه قوي لما انا اجي اقول لحد انا صحابي اللي, اللي حبوا ودبوا اتدبوا آه على نفسهم كده وحبوا بجد الرجاله ضحكت عليهم وكسر لهم قلبهم وانت تيجي تكسر لي قلبي مش عايزني اقوم ابقى واقفه بمقام ثلاثة أربعة هي هتقف وهي اتعلمت تتعلم من خطاها ما انا ايه فايده ما كلنا بنمرر التجارب التجربه اللي هي او الضربه التي لا تقسم ظهرك تقوي يعني ما قدرتش ان انت دي حاجه ما قسمتش ظهرك هتقويك وتخليك افضل تعملي ايه تعلمي بقى من تجربتك ما فيش حاجه اسمها ان واحد يكلمك بالشكل ده فيش قله قيمه من الاول تبقي طيب انت عارفه الحدود بتاعه اللي قدامك تعلمي من قيمتك قدام الشخص الاخر وتخليه دايما حاسس ان هو خد حاجه يعني هو كان يحلم بيها حاجه ثلاث سنين ننساها في قد ايه كل العلاقات اللي فيها حب ايا كان حتى لو 15 20 سنه مش هحط لها 20 سنه قدها بنحط لها من 6 شهور لسنه ايه ده بجد؟ يعني. اه ده بيقول لك على كل سنه اديها ثلاث شهور لا لا ما جميله هي سهله لا وبسيطه من ست يعني. شهور طيب ما هي ماشيه ست, ست, ست شهور سنه يبقى فله طالعه نضيف نظيف بس من ست شهور السنة تعمل ايه؟ ايه؟ تفكريش فيه بالليل مش هفضل بقى ازاي أنا وهو على جاري دا. يا دكتور ما اقعدش افكر ما بقى ما ايه بتفكيرك شفت ايه ليه بتفكيرك؟ اشغلي وقت نقول جاري يا دكتور اعمل ايه؟ هو جارها انا ما انا ممكن اشوف اي حد كاني ما شفتوش بشوف صورته بشوفه تشوفوا في... تشوفوا صدفه حاجه وان هي تدور ما تدوريش وراه في الفيسبوك ما تدوريش على صور ما تدوريش على الذكريات اللي اللي عايز يخف واللي عايز يخف من الالام ويتشافى من الجروح بتاعته ويتشافى من ساعات انت بتتفرج عشان تضحك كانت وهي دي اللي انت خدتها بص عايز اقول لحضرتك على حاجه تقعد <applause> تتفرج هي أه. إيه دي اللي انت قلته لا او خدته دي بس فعلا الناس أه. في انا انا شفت حبيبي بيعملوا كده قعدت اضحك طبعا اه في كتاب حلو قوي اسمه كيف ترمم قلبا مكسورا أوه. يعني الكتاب بيتكلم عن القلب المقصور وقال ان احنا عندنا يعني طرق من, من, ضمن الطرق دي او من اهم الطرق دي حته ان انا اشغل نفسي بحاجه تانية هم قايلين ان انا ادخل في علاقه اخرى ولكن برضو بعد فتره ان انا لما هعرف لا حاجة بس تاني في تاني ناس في علم النفس فعلا ما بتعرفش تتعافى لا طب تعرفش تتعافى لاب حد جديد ما هم عشان وده كده وده عادي ده آه في منهم اسوياء آه. ان انا ابقى مخلصه العلاقه في شهرين دخلت في علاقه ثانيه مع حد ثاني وقابلته عشان كده أقول... عشان كده. كده اه قلت اللي آه. هم قالوا هذه هزي... الطريقه دي من ضمن الطرق اللي اتقالت في الكتاب وكمان ان انا دائما ما افكرش في العلاقه السابقه لان انا دائما يعني كيف اتخلص من الماضي العاطفي؟ الماضي العاطفي بتاعي ما اقعدش افكر فيه طول الوقت ما اقعدش ادور على صوره ما اقعدش اتتبع اخباره خلاص لقيته قدامي صدفه واحد معدي اه هيعمل حته هيعمل حته كده جوايا وبيعمل حته في العقل خلي بال حضرتك ان اي حاجه فيها رفض سلوك الرفض بيشتغل على جزء معين في المخ ويمكن انا كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده في ده هو نفس الجزء اللي بيبقى ال 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 الاحساس بتاع ضربه الم سكينه الم خبطه معينه هو نفس المكان اللي بيخبط فيه سلوك الرفض وتجربة على كده جابوا جابوا صور لناس يعني ايه كانت عندها مشكلات مع بعضهم مشكلات عاطفيه ويظهروا الصوره دي فجاه ويشوفوا الاثر ده على المخ يعني موصلين اجهزه معينه يلاقوا ان هو فعلا حصل له في اللحظه دي انا دا وحشة الخضه وحشه يا الخضه وحشه انت لما مثلا تبقى قاعد في مكان تلاقيه تلاقي يا خبر ابيض او تلاقيه مثلا قاعد هو مع خطيبته او مراته الجديده او وات الخضة ده وحش ايوه طبعًا. يعني ده فعلا ما يبقى في شوك صعب يبقى في صدمه لينا طبعا عشان كده لو هي عرفت ان هي ترتبط بحد في وقت معين هت... هتمشي بقى من المكان اللي هو اللي هو موجود فيه آه لو اهلها مع... طبعا انا ما اقدرش اقول لاهله روحوا عزلوا مش سهل حته العزال لا وحته النقل ولكن هي لو ارتبطت بحد هتمشي خلاص هيبقى فتره معينه كمان زي ما بقول لحضرتك بالليل يا جماعه الساعه اللي قبل النوم دايما بقولها ودايما بحذر منها الساعه اللي قبل النوم دي مش معموله عشان استرجع شريط حياتي السيء دي جلد الذات والذكريات آه ده بتبقى <applause> <applause> معجنه يا دكتور زي ما بيقولوا بجد ده آه. بتبقى جلد ذات وذكريات كل حاجه وحشه حياتك عشان في حيات. كده بنقول خشوا على السرير بقى لو انت عندك مشكله إيه بقى زي كده نعمل إيه؟ ادخل على وانت وأنت منحك ان انت لازم تنام وعايز تفكر شغل بقى افتحي كتاب اقري كتاب افتحي ما حاجه ما بيعدوا طفلهم بيعدي وخيالهم كده وانا ما نحاول نشغل نفسنا ما هو انا عشان كده بقول ده هوم ورك آه. بديه العقل الباطن بالليل ليه المشاكل بتحصل للناس الجلطات والحاجات دي فتره الفجر فتره اللي هي قبل اللي يعني يا دكتور المعلومه حلوه قوي عشان نام زعلان اه طبعا عشان نام زعلان فانا بقول له هوم ورك بتدي لعقلك الباطن بالليل واول ما يصحى كمان ما تفكرش اول من ده ده دايما حتى لما احب اغير صفه سيئه في بني العياده اقول له فكر بقى في توابع او فكر كده بالليل قبل ما تنام ادي هومورك لعقلك الباطن ان الصفه دي انت مش حاببها والصبح كمان فكر فيها فبالتالي بقى لانه في ناس فعلا بتصحى متضايقه يعني انا بتالي ان هي من النوع ده ان هي قاعده بتفكر 24 ساعه طب هي محتاجه طبعا. علاج نفسي ولا لا؟ إيه والله لو عرفت تتعافى بنفسها تمام ما عرفتش يبقى هي محتاجه تروح ايه ايه يعني العلاج النفسي ده حاجه كويسه حد هيقول لك تعملي ايه وخلي بالك واعملي كذا وكذا وكذا ساعدني على ان انا اتخطى الامي في فتره قليله هفترض ان عربيتي عطلت بيا في الشارع انا عشان اصلحها هاخد وقت طويل طب لو واحد مثلا ميكانيكي معدي قلت له النبي هي يعني هي محتاجه علاج نفسي إيه لو ما عرفتش تتعافى لو ما عرفتش ب... 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 آه. أص... يعني مشاعر اوفر لا ممكن تكون مشاعر حقيقيه اه ما دي تبقى كارثه انا أوه. نفسي تطلع اوفر اه في عندنا حاجه اسمها الاكتئاب البسيط والاكتئاب المتوسط والاكتئاب الشديد طول ما إيه؟ هو الب... البسيط اللي هو ياخد فتره اسبوعين ثلاثه شهر خف سندوتشين شاورما اه ده؟, ده ده حاجه ده بسيطة ده لذيذ اه لقيت نفسي داخل في حاجه بعد كده اللي هي <applause> العمليه طولت معايا لا الحقي نفسك روحي لحد متخصص يعمل هذا الامر وخلي بالنا هي برده تعرف ازاي ان هي عندها اكتئاب من ان هي حزن عادي الاكتئاب ما بيخلينيش افرح باي حاجه يعني هي ممكن تكون حزينه بس يحصل حاجه مثلا اخوها ينجح تبقى تفرح له والدتها تقول لا حاجه ما تعمل حاجه كويسه فتبقى فرحانه وهي ناجحه متفوقه بس مش فرحانه تحسها خلاص يبقى هي دي عندها دور اكتئاب الاكتئاب يعني الاكتئاب ده ما بيأثرش فيك اي حاجه لو قالوا لك مش عارفه مين هتتجوز بنتك هت عادي اه كله والناس حواليا بتعمل كل حاجه وانا قاعد بالنسبه لي ولا ولا اصلا ولا بعمل حاجه في مفيش آه اي مشاعر في واحد اسمه اندرو سولومان كان عمل كتاب اسمه اشباح الظهيره قال الاشباح بتطلع الناس بالليل انما الاكتئاب ده شبح موجود معايا بالليل وبالنهار آه. آه واحده برضو احد إحدى الكتاب كانت بتتكلم ان هي ورثت الاكتئاب لابنها من كتر ما هي مش سعيده باي حاجه ابنها عنده ثلاث سنين بقى يشوفها كده لما كبر بقى مكتئب فبالتالي احنا بنقول يا جماعه لا خد خطوات نحو الاكتئاب، ما تخليش لان الاكتئاب ده من اشد امراض العصر، الناس بتفتكر يعني ايه حضرتك عامله ايه يا استاذه لا انا مكتئبه شويه، مكتئبه شويه دي حاجه عاديه، ممكن كلنا نقولها، ده حزينه شويه من حاجه او متضايقه شويه، آه. انما لما يطول مع حضرتك قوي، لا ده احنا نخاف منه لان هم قالوا او الكلام اللي بيقال ان هو هيحصد او ده الكلام ده قالوه من 10 سنين 2015 قالوا ان في 2025 هيبقى الاكتئاب بيحصد ارواح ما يساوي الحروب والسرطان والايدز مجتمعين يعني 2025 ده احنا داخلين عليه بعد شهرين يعني الفتره اللي جايه دي فعشان كده بنقول إنه هو الاكتئاب حاجه خطيره بيؤدي في الاخر الى امراض عضويه والامراض العضويه دي بتاخدني في الاخر الى الوفاه لا قدر الله طب. طب لو حد يعني المفروض انا اقول لك ننصح اهلها بايه وده اللي هختم بيه مع حضرتك بس أه. لو حد اهله طيبين أوي كده انا رافضه اني اقول ضعفاء لان انا بشوف اذا احب عبدا رزقه لينا القلب انا بشوف يعني الناس يبقى. اللي قلبها حلو دي انت لا انت بقى زي ما بيقولوا بس انت بتضحك عليك بكلمتين انت عبيط انت طيب ده طيب ده ده مش سهل تلاقيه فلانك تلاقي اهل طيبين كده بيعيطوا على بنتهم هما مش مش فاهمين بدل ما يجيبوا لها حاله نفسيه ولا يزعقوا لها وقومي وانزلي واشتغلي واعملي فالناس دي نقول لها ايه يعني ياخدوا, نو... ب... ياخدوا بالهم ازاي بقى من بنتهم لان بنتهم محتاجه دلوقتي قوه هو ايه علاقه الطيبه بالمسانده انت راجل طيب مم. او انت ست طيبه ساندي بنتك هساندها ازاي لا دل... تحس ان انا بقول لها يا ماما انا مش هتجوز تعيط عيط انا لو انا لا تقول لها ولا يهمني فينش مش, ليه, آه آه ماله. آه مش هتجوز ليه ماله مش هتجوز ليه ماله الجواز عشان واحد طلع وحش يبقى كلهم وحشين صح ومين ده اللي يخليك تعملي كده طب ده انا اجيب لك سيد سيد ويبقى فرح تحت البيت عشان يتفرج اهو حضرتك الكلام اللي بتقوليه حضرتك ممكن تكوني بتتكلمي من منطقه السياده القويه هم ممكن يكونوا هو بس دايماً لهم أهو أنتوا طلبتوا أو أنتي طلبتي الحل وهي الاستاذه سالي بتقول لحضرتك الحل بتقول لكم الحل ان انت لازم تسندي بنتك لازم تقويها لازم تقفي جنبها ولازم تحسسيها ان الموضوع ده عادي ان هو عدى والحمد لله ما هو ربنا يعني عجب الامر مؤمن فان امرها كله خير اصابته واسرا شكر فكان خيرا له إصابته ضراء برضه صبر فكان خيرا له فانت في جميع الاحوال ربنا هيجيب لك حقك في م. جميع الاحوال هتاخدي اللي احسن منه او حياتك هتبقى افضل ولكن ما تموتيش نفسك بقى وما تضيعيش حياتك علشان حد ثاني ونقول لاهلها سندوها وقفوا جنبها وخرجوها من المحنه اللي هي فيها ومش كلام وخلاص دكتور دي حقيقه مشكلة. ربنا فرنا فعلا هيرجع لها حقها اه طبعا انا واثقه اه طبعا عايزه اقول لك يا ايه ان انا برضو قصص كتير حكيتها قبل كده وبشوف بنات كتير وناس بتبقى حوالينا زي ما كنت بقول لك واحده من صحابي كانت خلاص حضرت فستان الفرح وعملت كل حاجه واشتريته وحجزوا الهاني مون واللي 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 طلع بيعرف واحده ثانيه قبل الفرح ب 10 ايام قال لهم انا مش عايزه اكمل يا جماعه ومش عايزه اعمل فرح كانوا من كل الناس الناس كلها سمعت عن الموضوع راحت لمامته عشان تقول لها يا طنط وبابا صحش كده طردوها بره البيت تعبت جدا قعدنا بقى مستشفيات ومحاليل واللي واللي مع ان انا مش مقتنعه دلوقتي ربنا كرمها عندها ثلاث عيال زي الفل وهي عارفه نفسها مسألة. ربنا كرمها والله العظيم مش كلامه خلاص بسيد سيده يعني ده كانت هي مثلا هتساعد معاه في البيت لان كان على قده دلوقتي اللي ربنا مديهولها ما شاء الله اللهم بارك يكفي ثلاث بيوت فسبحانه لعله منع حاجه وحشه عشان تيجي حاجه احلى وعايز اقول لك على حاجه خليه هو يكمل ويغيظك ويغيظك، ما تعرفيش ربنا شايل لك ايه، ده كل ما هتتضايقي كل ما تحسي ان قلبك فعلا اتوجع لان انا حاسه بوجعه قلبك في المسج انه انا مقهوره انا متضايقه انا بعيط كل ما تحسي بدي هتتفرجي على حقك وهو بيجي ومتلت والله العظيم وهستناكي تبعتي لنا هنا في قصه حقيقيه صحيح. تقولي لي ايه اللي حصل ومستنياكم كلكم تبعتوا لنا قصصكم في قصه حقيقيه واهم حاجه تكون قصه حقيقيه، باي باي.